بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا مفاتيح خير ومغاليق شر. امين يا رب العالمين، واجعلنا من خير البشر ضد هؤلاء الانذال ممن يدعون انهم كرماء وانهم نبلاء ولا كرم عندهم. ابدكر من نفسك قبل، والنبل من خذيتهم عند برجيبة الذليل تيبور خيبة، ولا تفقهين اللغات هذه العامية حتى وليت قدرت على اللغة الفصحى القرآنية باش تجم تتحرك انت وامثالك باش تصحوا بعض ما جاء في القرآن العظيم ليتحروا المرأة من هي المكبلة بعمها وسماها وفجورها وكل اللامزايا عندها متاخذة، كيفاش تحروها هي متاخذة؟ تجيش الغرم تقول مش رد وذهب. لا اللهم إذا كان عندكم كيمياء غريبة في طبيعتها، كيمياء بتاع الناس من القديم قالوا أي حجر رد وذهب، ما أي تجمد تردوا قوانينكم خير من الذهب، لكن قوانينكم مش تجني عليكم. وسترون في القريب العاجل كل من مثل علينا وأراد دك حصون ديننا فهو ظالم لنفسه ذكر وأنثى، ولا يلمن لا يلمن يلومن إلا نفسه عن ماضيكم حاضر، ولن نظلم منكم أحدا. أعلى شهداء عليكم بحكم القرآن، وأنتم لستم بشهداء علينا إلا بأننا أهل إحسان. يوم القيامة مش تقولوا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وليتني كنت صاحبا لفلان وفلان وفلانة، هذا مش تقولوه، ولكن مش يغير حالكم، حال الشقاء الدائم في جهنم وقلب جهنم المنافقين يا كلاب. فلا بشر لكم ولا أنتم لأهل الرحمة حتى تنالوا الرحمة يوم القيامة. احذروا غضب الله، لأن يعني رب يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. زيد تهزرز وزيد استفز المولى، وسترى كيف يرد عليك بصواعق ما كانت حسبة صواعق ملا السمنة اللي انتم عليها جت من الحرام، عبيتوا بالحرام وكل لحم نبت من سحت، فما قالوا جهنم إن لم يكن صاحبه قد تفطن قبل أن يحق عليه القول. فهل أنتم منتهون؟ لا ندري، أنتم علمتونا اللي يسعوا حراس وما يفل فيكم شيء. الأحداث طاقة طاقة، وريت بورقيبة ماذا حدث وبن علي ماذا حدث له كذا، وأنتم دائما في الأعمى وسط بيسر وما سحروكم. ما تسعر يحيى بورقيبة بيسر تقول أنا مع حزب بن علي، وكان جات الدنيا وتتحاسب على ما تقولين. ما كنت جرائين يا ضعيفة الإرادة وعمية البصيرة، ما كنت جرائين وتقول كلام كهذا اللي مش يرجع عليك بالوبال، وبال لا تستطيعين الثبات فيه. والسلام.